قبل 15 عاما اختفى البلد الذي كنا نعرفه باسم الاتحاد السوفيتي في غياهب التاريخ. إنه اتحاد الجمهوريين الشيوعيين السوفيتي. كان هذا البلد عبارة عن قوة عظمى، ففي نزاعه مع الولايات المتحدة انقسم العالم إلى عالمين. انهياره كان مفاجئة لم يكن أحد يتوقع حصولها بتلك السرعة. كان الذي سحب الفتيل الذي أدى إلى تدمير الاتحاد السوفيتي موجودا في فيلا مطلة على البحر الأسود. الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف كان في إجازة هنا في آب أغسطس من عام 1991. قام حزب متشدد من الكرملين بحجزه في هذه الفيلا في محاولة يائسة من للحفاظ على النظام السوفيتي. مع مصير الرئيس المجهول هز هذا الخبر العالم كله. BBC's Business Breakfast, this morning's news headlines. Mikhail Gorbachev has been removed as president of the Soviet Union. Early this morning, the Soviet news agency TASS said that Mr. Gorbachev could not continue in office. The first word came just 2 hours ago. 2時間前に座を追われ、強硬路線派のヤナーエフ氏が後任の座に就いたというニュースが入りました。休暇を取っていたブッシュ大統領は19日、急遽ワシントンに戻り、ホワイトハウスに国家安全保障会議のメンバーを招集し、ソビエトの政変に対する声明を発表しました。声明の中でブッシュ大統領は、ソビエトでこの数時間に起きた出来事は憲法に違反しており、こうした手段が取られ続ける限り、ソビエトへの経済支援を差し控えることを明らかにしました。بعد مضي سنتين تم توجيه تهمة الخيانة إلى المتشددين الذين قاموا بالانقلاب. تم توجيه التهم إلى 12 رجلا من أصحاب النفوذ في الحزب الشيوعي والجيش والاستخبارات السوفيتية. كانوا من المقربين لغورباتشوف وكانوا مسؤولين عن تنفيذ العديد من الإصلاحات التي كان قد وضعها. مع توقف سياسة الإصلاح الاقتصادي قاموا بالوقوف ضد غورباتشوف. شعروا بوجود أزمة وكانوا يخشون من أنه لا يمكن للاتحاد السوفيتي البقاء إلا بوجود تصرف جريء. استمرت محاولة الانقلاب 3 أيام فقط، وكان بوريس يلتسن يقف ضد المحافظين. في هذه العملية كان ميزان القوى يتأرجح بين يلتسن رئيس جمهورية روسيا والرئيس السوفيتي غورباتشوف، ولكن الاتحاد السوفيتي كان في الطريق نحو الانهيار. بعد أعوام عديدة ما زال الناس غير قادرين على تقييم الانقلاب. هل كان تفكيك الاتحاد السوفيتي الحل المناسب؟ ما زال الجدل حول هذه النقطة مستمرا. من فضلكم تذكروا تاريخ روسيا الحديث. كان انهيار الاتحاد السوفيتي الشيوعي أكبر مأساة تحدث في القرن العشرين. ما هو هذا الانقلاب الذي حرض على انهيار الاتحاد السوفيتي؟ باستخدام الشهادات السرية لقادة الانقلاب سوف نكشف ما الذي حدث على أرض الواقع خلال تلك الأيام الثلاثة. بعد سنوات على انهيار الاتحاد السوفيتي بدأ الشعب الروسي بالاستمتاع بالازدهار الاقتصادي. أصبح الستار الحديدي من الحقبة السوفيتية والذي عزل الناس عن بقية العالم أصبح شيئا من الماضي. في وقت الانقلاب كانت علامات الانهيار بادية على المجتمع السوفيتي. كانت سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت إدخال مبادئ السوق قد عطلت الاقتصاد وأدت إلى ندرة في تواجد السلع. مع وجود الشكوك في النتيجة فقدت القوى المحافظة الثقة في البرنامج الإصلاحي. كره الناس غورباتشوف وكانوا يغلقون أجهزة التلفاز عند ظهوره. كان يتحدث إلى ما لا نهاية عن لا شيء فعليا، بينما كانت حياتنا تزداد سوءا. لقد كان الجميع غاضبين منه. كانت حركات الاستقلال والنزاعات العرقية تتفجر في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي، وكان النظام المركزي للسيطرة السياسية على المحك. ب
بدأت الجمهوريات السوفيتية الخمس عشرة تطالب بالحكم الذاتي والسيطرة. انتقد المحافظون في الحكومة المركزية غورباتشوف لعدم استجابته وبقوة لتلك التحديات. عندما قرر المكتب السياسي ترشيح غورباتشوف كرئيس للدولة، كانت هناك شكوك تسود عن تأثير هذه الحركة على الجمهوريين، وكان سيظهر الرؤساء في الجمهوريات، وإذا ما حدث ذلك فإن هذا من شأنه أن يعزز الفرقة. نوقش الأمر مع غورباتشوف، إلا أنه لم يأبه للأمر. كان يقول: قوموا بتعزيز السلطة الرئاسية وستسير الأمور على ما يرام. في آب أغسطس عام 1991 حدث شيء ما. لم يستطع المحافظون الساخطون تجاهل الأمر ببساطة. أعلن غورباتشوف أنه سيتم توقيع معاهدة جديدة بين الحكومة السوفيتية والجمهوريات الخمس عشرة في 20 آب أغسطس. ستنطوي المعاهدة الجديدة على نقل معظم سلطة الحكومة المركزية إلى الجمهوريات، بيد أن المحافظين لم يكونوا على علم بمضمون المعاهدة. تتضمن المعاهدة ما يلي: سوف نلحظ تغييرا إيجابيا في جميع المجالات الاجتماعية والأنشطة القومية، سوف تتجلى العناصر الإيجابية في الأيام القليلة القادمة. في 14 آب أغسطس، وبمحض الصدفة، رأى رئيس الوزراء بافلوف وبشكل سري مسودة لمعاهدة الاتحاد الجديد، كان من المتوقع أن يتم التوقيع في 20 آب أغسطس، وكانت المعاهدة ستؤسس اتحادا جديدا لدول مستقلة، ولم يكن هناك أي ذكر للاتحاد السوفيتي الجمهوري. برؤيته للنص، قام بافلوف بتسريب نص المعاهدة للصحافة. في 15 آب أغسطس ظهر محتوى معاهدة الاتحاد الجديدة في إزفستيا، الجريدة الرسمية للحكومة السوفيتية. حصل هذا قبل 4 أيام من الانقلاب. استبدلت معاهدة الوحدة الجديدة الاتحاد السوفيتي القديم باتحاد الدول المستقلة، ولم يبقى لكلمة اشتراكي أي وجود. لم يكن هذا الأمر مقبولا بالنسبة للمحافظين الذين كانوا ما يزالون يدعمون النظام القومي الذي يركز على الحزب الشيوعي. علاوة على ذلك، تم إعطاء كل دولة من الدول الأعضاء السلطة وبشكل مستقل لحل جميع المشاكل. هذا يعني إجراء تخفيض جذري في سلطة الحكومة المركزية السوفيتية. بالنسبة للمتشددين، المعاهدة الجديدة كانت تعني تفكك الاتحاد السوفيتي. مع شعورهم بدنو الأزمة، قرروا العمل. اجتمع جميع الوزراء، وكان رئيس الوزراء بافلوف هو من دعا إلى الاجتماع. أتذكر أنه تم عقد الاجتماع في مجمع الاستخبارات الروسية، وهو يقع عند نهاية طريق لينين. توصلنا إلى نتيجة، وهي أننا لن نسمح بتوقيع المعاهدة الجديدة وهي على حالها، لأنها كانت ستقوم بتفكيك القوات الاستراتيجية التي كانت مسؤولة عن الصواريخ النووية. كان الأمر مفروغا منه، وكان الأمر ينطبق على الدفاع الجوي. كان تقسيم القوة العسكرية بين الجمهوريات أمرا في غاية الخطورة. عندما قمنا بدراسة المعاهدة الجديدة، أصبح جليا أن الاتحاد السوفيتي سيتفكك إلى 170 أو 180 دولة منفصلة. السبب في ذلك
هو أن الدول المتمتعة بالحكم الذاتي داخل الجمهوريات كانت هي الدول الموقعة على المعاهدة. أنا قادم من مقاطعة إيفينكي المستقلة، وكان من الممكن أن تتمتع هذه المقاطعة بنفس السلطة التي كانت تتمتع بها أذربيجان أو جورجيا في معاهدة الاتحاد الجديدة. لقد عرفنا أن هذا يعني تفككا كاملا. لقد كانت كارثة حقيقية. كانت المعاهدة بمثابة صدمة للشعوب والقيادات. ولو كان غورباتشوف قد وقعها في 20 من آب أغسطس لكانت قد أعلنت العالم أن الاتحاد السوفيتي باق. أدركنا أنه لم يبقى للاتحاد السوفيتي سوى يومين، لذلك قررنا التصرف وبسرعة. كانت شبه جزيرة القرم تشتهر بمنتجعاتها الموجودة على شواطئ البحر الأسود. عندما وقع الانقلاب كان غورباتشوف وأسرته يقضون عطلتهم في الفيلا الرئاسية الواقعة عند طرف شبه الجزيرة. في 18 من آب أغسطس قام قادة من الفصائل المتشددة بزيارة الفيلا. كان هناك 6 منهم بمن فيهم أمين الحزب أليك شينين، ورئيس الأركان الرئاسية فاليري بولدن، والقائد العام للقوات البرية فالنتين فارينيكوف، ومسؤول في الاستخبارات السوفيتية يدعى فيجيسلاف جينيرالوف. يقول شينين إن الغرض من الزيارة هو أن يقوم غورباتشوف بإعلان حالة الطوارئ. قررنا أنه يتوجب علينا الذهاب إلى الفيلا، وكان علينا إقناع غورباتشوف بأن لا يوقع المعاهدة وأنه يجب المحافظة على الدستور السوفيتي كما هو. فوجئ غورباتشوف بزيارة المحافظين المفاجئة. عندما وصلنا قال غورباتشوف إنه كان في إجازة وإنه كان مريضا، لم يكن يريد رؤية أحد. وقال بولدن إنه كانت هناك أمور مهمة يجب عليهم مناقشتها، كنا بحاجة لقراره فيما يخص مصير البلد. لذلك وافق غورباتشوف على مقابلتنا. لم يكن يشعر بأنه على ما يرام، كان يعاني من آلام في ظهره وكان يتلقى علاجا لذلك. خرج إلينا وهو يرتدي لفحة من الصوف وكان يبدو عليه التعب. أخبرناه بأننا قمنا بقراءة المعاهدة وأننا نعتقد أن مصير أمتنا وشعبنا ودستورنا ونظامنا في خطر. قال لنا إنه يتفهم ذلك وإنه في الحقيقة كان يكتب بخصوص هذا الموضوع لجريدة برافدا. فارينيكوف قال إننا لسنا بحاجة لعمود في جريدة وإننا بحاجة إلى سياسة محددة. قلت إن أفضل شيء يمكن عمله هو إعلان حالة الطوارئ، وقال لي إنه يمكن فقط لرجل عسكري أن يعتقد أن الأمر بهذه السهولة وأن إعلان حالة الطوارئ ليس في الحسبان، فهي أي حالة الطوارئ تعني الأسلحة الآلية والمسدسات، وهي تعني أن الدماء ستسيل وسيموت الملايين. كان المتشددون يحاولون دفع غورباتشوف للانسحاب من المعاهدة الجديدة والاحتفاظ بالنظام القديم عن طريق إعلان حالة الطوارئ. Что вы от меня хотите?
قلنا لقد جهزنا لإعلان حالة الطوارئ، إذا كنت تشاركنا همومنا فقم بالتوقيع. وقال إنه لن يقوم بذلك. يانايف وبافلوف موجودان في موسكو، كما أنكم موجودون هناك أيضا، قوموا بإعلان حالة الطوارئ. وقام غورباتشوف بصرفنا ولم يستمع إلى المزيد. فارينيكوف تمسك برأيه وقال إذا لم تقم باتخاذ إجراء فعليك التنحي، فمهمتك تكمن في اتخاذ القرارات السياسية. فأجابه غورباتشوف فلتفعل ما شئت ولكنك لن تنجح أبدا. وقفنا هناك وودعنا، ومن ثم انصرفنا. رفض غورباتشوف طلبات المحافظين وبقي في الفيلا. كان معاون الرئاسة أناتولي تشيرنيايف يعمل في المكتب الملاصق للفيلا في ذلك الوقت، وقال إنه يشهد أن المحافظين قاموا بقطع كل خطوط الهاتف في مجمع الفيلا. رفعت السماعة إلا أن جهاز الهاتف لم يكن يعمل. كان في الغرفة خط عام وخط حكومي وخط داخلي، أي ثلاثة أنواع من الهواتف، إلا أن أي منها لم يكن يعمل. كنت أعرف جنرالوف الذي يعمل في الاستخبارات. قلت له ألا أستطيع العودة إلى بيتي لأخذ قسطا من الراحة؟ قال أنا جندي وأنفذ الأوامر ولن أسمح حتى لفأر بالمرور من هنا. أثناء الانقلاب كان غورباتشوف تحت الإقامة الجبرية ولم يكن مسموحا له بالعودة إلى موسكو، ولكن شهادة المحافظين تتناقض تماما مع هذه الأحداث. تم قطع خطوط الهاتف الموجودة في مكتب غورباتشوف بينما كانت باقي الخطوط تعمل. كان هناك بيت الضيافة، وكان بإمكان تشيرنيايف إجراء أي اتصال من هنا، وكان في سيارة غورباتشوف هاتف وكان بإمكانه استخدامه. جاء تشيرنيايف إلي وقال يجب علي الذهاب إلى موسكو، فقلت اذهب. كان يجب أن يعرف أن بإمكانه الذهاب، ولكنه اتصل بي لاحقا وأخبرني أنه لن يذهب وأنه سيبقى هنا مع الرئيس. بعد أن رفض الانضمام إلينا تركنا غورباتشوف في الفيلا، ولكن كان بإمكانه استخدام الهاتف. لقد كان لديه هاتف في سيارته، وكان بإمكانه العودة إلى موسكو برفقتنا. أريد أن أوضح أمرا، لم يوضع غورباتشوف تحت الإقامة الجبرية أبدا. كان حرس الرئاسة موجودين وكذلك دوريات الحدود، أي ما مجموعه 770 رجلا. لو أنه أراد ذلك لكان استغل وجود هؤلاء الرجال لاعتقالنا. لو أنه اعتقد أننا نحن المخلصين عبارة عن أوغاد لكان بإمكانه اعتقالنا والعودة إلى موسكو لعمل أي شيء كان يريده. غورباتشوف يقول إن قادة الانقلاب قيدوا حركته، بينما يقول المحافظون إنه اختار البقاء في الفيلا طوعا ليتمكن من مراقبة تطور الأحداث. ما زال الجانبان على طرفي نقيض فيما يتعلق بما إذا كان غورباتشوف قد وضع قيد الإقامة الجبرية. عاد المحافظون إلى موسكو غير قادرين على إقناع غورباتشوف بتوقيع الإعلان، واجتمعوا مع رفاقهم الذين كانوا بانتظارهم في الكرملين. قاموا بتشكيل لجنة الدولة للطوارئ وبدأوا بالتخرج دون غورباتشوف.
الصباح باكر من 19 من آب أغسطس أعلن المحافظون حالة الطوارئ عبر الإذاعة والتلفزيون، كما أعلنوا أنه تم نقل السلطة الرئاسية إلى نائب الرئيس يانايف. Указ вице-президента СССР в связи с своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев. استولى المحافظون على محطات البث. بعد الإعلان الذي أصدرته لجنة الدولة للطوارئ، استمر التلفاز بعرض باليه بحيرة البجع لبقية اليوم. كانت هذه هي الطريقة التقليدية التي يتذكرون فيها وفاة أحد زعماء الكرملين. لم يكن لدى معظم المواطنين السوفييت فكرة عما يجري. أخيراً في تلك الليلة عقدت لجنة الدولة للطوارئ مؤتمراً صحفياً. مثل اللجنة رئيس الدولة بالنيابة يانايف. لكل أولئك المحبين لبلدهم نقول دعونا نضع حداً لهذه الفوضى. يجب على المواطنين السوفييت أن ينتبهوا لمهامهم ليساعدوا بلدهم على تجاوز هذه الأزمة، ولذلك ندعوكم لدعم حالة الطوارئ هذه. بعد أن أعلنت حالة الطوارئ دخلت أكثر من 500 دبابة ومدرعة إلى موسكو، وتمركز رجال الشرطة في الشوارع. ولكن المحافظين لم يتفقوا فيما بينهم بشأن الدور الذي ستقوم به القوات. هل ينبغي عليها حماية المؤسسات الحكومية أم ينبغي أن تستخدم لقمع المعارضة؟ السياسة العامة للجنة طوارئ الدولة لم تكن مؤكدة. قمت بإرسال القوات إلى موسكو. أمرت بتحريك وحدتين لم تكن مهمتهما إيقاف المظاهرات وتفريق الحشود، وإنما كانت مهمتهما حماية المؤسسات الوطنية الهامة. قمنا بإرسال القوات للحفاظ على النظام ولحماية النظام الاجتماعي. كان الأمر الأهم هو حماية الاتحاد السوفيتي، ولكننا كنا نريد تجنب سفك الدماء كذلك. كنت سكرتير الحزب الشيوعي، وكنت أشعر بأهمية إبقاء القوات هناك. كنا بحاجة لمهاجمة الحشد في البيت الأبيض الروسي واعتقال يلتسن. هذا ما تبعت قوله مرارا وتكرارا. حتى بعد اعتقالي ومحاكمتي لم يتغير موقفي. كانت القوات تحت قيادة يازوف وكروتشكوف، اللذين كانا يريدان تجنب إراقة الدماء قدر الإمكان. لم يستخدم الجنود القوة حتى عندما أصبحوا تحت هجوم المواطنين. قال رئيس بلدية موسكو جافريل بوبوف إن الجنود لا يريدون القتال. اصطفت العديد من الدبابات في الطرق، وكانت تحيط بها النساء اللواتي كن يزودن الجنود بالشاي والحليب والطعام. تحدث إليهن الجنود، وكان من السهل معرفة أن الجنود لم يكن لديهم النية للقتال. لم يكن لدى المحافظين أي سياسة توضح الموقف، وكان البعض منهم ما زالوا يأملون في نيل دعم غورباتشوف. جرى اجتماع غريب بيني وبين نائب الرئيس يانايف.
سألته لماذا يقوم بفعل هذا، فقال لي لا تقلق، سيعود غورباتشوف وسيكون كل شيء على ما يرام. وضع إصبعيه على رأسه بهذه الصورة وقال لي لم أعرف ماذا أفعل غير هذا. مع عدم وجود أي قائد ناضل المتشددون للحصول والمحافظة على السلطة، في حين أنهم ما زالوا يأملون في انضمام غورباتشوف إليهم. كانت لديهم خطط للتقرب من بوريس يلتسين رئيس جمهورية روسيا. في صباح 19 كان كل من بافلوف ويازوف وباكلانوف سيقومون بزيارة يلتسين، إلا أن بافلوف شعر بتوعك ولذلك لم يذهبوا. اعتقدنا أننا سنتحدث مع يلتسين ونقرر كل شيء، وبالاعتماد على موقفه كنا مستعدين لجعله يتصرف بسهولة. اعتقدت أن الاتفاق ممكن، وكان فشلنا في تحقيق ذلك هو خسارتنا العظمى. كانت فلل الأغنياء والمتنفذين تملأ شوارع منطقة أرخانجلسكايا الواقعة على مشارف موسكو. في صباح 19 من آب أغسطس صدم يلتسين عند سماعه أنباء الانقلاب. كانت فيلته محاصرة من قبل وحدة من وحدات الاستخبارات. كان ألكسندر كورجاكوف رئيس حرس يلتسين يخشى وقوع الأسوأ. بالطبع كنا خائفين، فقد كنا نواجه الاستخبارات ووزارة الدفاع ولم يبق منا إلا القليل، وإذا ما قرروا شن أي هجوم فسيقومون بسحقنا في 5 دقائق. كانت قوات الاستخبارات في الانتظار في الغابات، لم يكن في صفنا سوى 8 أشخاص، فنحن لم نكن ذوي فائدة. روسلان خاسبولاتوف وهو مقرب من يلتسين يستذكر كيف كانت ردة فعل الرئيس الروسي في ذلك الصباح. كنت مع يلتسين في ذلك اليوم، وعندما ذهبت إلى فيلته في الساعة 7 صباحا كان يلتسين يجلس هناك وحده ومنظره مثير للشفقة. قال هذه النهاية، سيقوم كروتشكوف باعتقالي، ولكنني قلت له إنه لم يتم اعتقالك بعد، لا تيأس، يجب أن نقاتل ونبدأ بغسل الوجه وحلاقة الذقن. في الفيلا قام المقربون من يلتسين بتحليل الوضع. ركزوا على حقيقة أنه بدون موافقة غورباتشوف فإنه لا توجد أي قاعدة قانونية لإعلان حالة الطوارئ. للهجوم من تلك الزاوية كان على يلتسين أن يدافع عن موقف منافسه السياسي غورباتشوف. حاول جينادي بوربوليس أحد المقربين من يلتسين إقناع يلتسين باتباع هذا النهج. بالدفاع عن غورباتشوف اكتسبنا أرضا قانونية لأعمالنا. خرق المحافظون الدستور، قاموا بسرقة سلطة غورباتشوف، ولم يكن بإمكانهم التصرف بصورة قانونية بعد ذلك. فقط يمكن للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ، وكان يجب أن يوافق عليها السوفييت.
لم يقوموا باتباع ذلك الإجراء، وقررنا استخدام شرعيتنا القانونية كسلاح لمحاربة المحافظين. صعد على متن دبابة ليحدث الحشود. كنت أعارض خروج يلتسين من البيت الأبيض، كان من التهور أن يصعد على متن الدبابة. كنا نعمل في المكتب عندما دخل سكرتير وأخبر يلتسين بأن الدبابات قد وصلت وأن الجنود يتحدثون مع الحشود. حاول معاونو يلتسين إثناءه عن إلقاء خطابه على ظهر دبابة تديرها لجنة الدولة للطوارئ. أخبرته أنها فكرة مجنونة وسألني لماذا. قلت له إنه يمكن لأي أحد أن يطلق عليه النار من سطوح البنايات المجاورة، ويمكن أن يكون وراء حديث الجنود للحشود هدف مخفي، قد يكون ذلك مصيدة. لكنه أصر على المضي قدما ولم يكن هناك شيء يمكننا عمله. كان يلتسين محنكا سياسيا وفطنا، وكان لذلك المنظر تأثيره العظيم، لقد كان رمزيا وعمليا. خاطب الناس من على متن الدبابة التي كانت ترمز للاتحاد السوفيتي ولنظامه العسكري، وقف على ذلك الرمز ليحدث الحشود. إنه رئيس روسيا الأول المنتخب بصورة ديمقراطية. مهما كان السبب، فهذه ردة فعل وانقلاب غير دستوري من قبل اليمين، ولذلك نقوم الآن بإعلان أن لجنة الدولة للطوارئ غير دستورية. مع وقوفه على الدبابة دان يلتسين بشدة أعمال المتشددين. بخطابه نجح يلتسين في جذب الناس إلى جانبه. في 19 و20 من آب أغسطس أقامت الحشود المتاريس في الإعداد لهجوم من جانب القوات العسكرية وقوات الأمن. تم عمل تجهيزات دفاعية داخل البيت الأبيض. مع أنهم لم يتسلحوا بصورة مناسبة، إلا أنه تم تحريك الجنود تحت قيادة وزارة الداخلية بالإضافة إلى الحرس الحكومي. للتعامل مع الوضع نصح معاونو يلتسين باتباع استراتيجية جديدة لمساعدة الحكومة السوفيتية التي بقيت بلا قائد دون غورباتشوف. أصدر يلتسين المرسوم الرئاسي الذي بموجبه وضع القوات الحكومية تحت سيطرته. كانت تحركات يلتسين محسوبة للاستفادة من زخم التأييد الشعبي الذي سبق له أن كسبه لجعل الجيش إلى جانبه. عبر المذياع أخبر بوربولس الجنود وقوات الأمن بأن عليهم الانسحاب من جميع أنحاء موسكو. على جميع القوات السوفيتية وقوات الاستخبارات في روسيا والذين لم توجه إليهم أوامر محددة أن ينسحبوا، وعلى جميع القوات المنتشرة العودة إلى مواقعها. بث الخطاب إلى المواطنين العاديين
فازدادت الحشود الموجودة في الشوارع، لكن الدبابات والمدرعات في جميع أنحاء المدينة لم تتحرك. وصل أفراد الشعب مناقشاتهم مع الجنود في محاولة لإقناعهم بالانسحاب. كان الجو متوترا في أرجاء البيت الأبيض في ليلة 20 من آب أغسطس. انتشرت الشائعات بأن القوات العسكرية وقوات الأمن كانت تستعد لهجوم، ولكن الحشود الموجودة حول البيت الأبيض تحدت حظر التجول المفروض من قبل لجنة الدولة للطوارئ وبقيت حيث هي.現在ですね、NHKの支局がありますモスクワ佐藤防衛環状道路の前をソビエト軍の戦車がロシア共和国最高会議の方向に向かって走っています。その数は30台近く走り抜けていきました。 في الساعات القليلة قبل فجر 21 من آب أغسطس تم سفك الدماء لأول مرة منذ بداية الانقلاب. تم سحب 3 شبان من قبل الدبابات التي كانت في دورية. هز هذا الحادث المحافظين. مع تصاعد التوتر أصر شينين وآخرون على أنه يجب أن يبقى الحصار العسكري في مكانه، ولكن رئيس الاستخبارات كروتشكوف ووزير الدفاع يازوف قررا سحب قواتهما. في صباح 21 من آب أغسطس ذهبت لرؤية يازوف. سألني ما إذا كنت أعلم بأن القيادة العسكرية تطالب بالانسحاب. أخبرت يازوف بأن ذلك هو قراره وليس قرارهم. إذا ما قرروا سحب القوات فأنا والآخرون سنقف ضدهم، ولكن القرار كان قد اتخذ. قمنا بما يجب أن نقوم به، ولكن النتيجة كانت سيئة. عندما قمنا بإعلان حالة الطوارئ تعهدنا بأنه إذا ما كان هناك خطر سفك للدماء فسنقوم بعمل أي شيء لإلغاء الأوامر. في ليلة 20 من آب أغسطس مات 3 شبان، الأمر الذي أثار التوتر، وعندها قررنا التوقف. كانت هناك احتمالية إصابة المدنيين، وكان يمكن أن تنشب حرب أهلية وأن تنتشر الفوضى. نحن الجنود تعهدنا بأن نكون مخلصين للناس، لأنه كان من الممكن أن نصوب نيراننا على شعبنا. عندما جاء الصباح بدأت الدبابات والمدرعات بالانسحاب. استمرت حالة الطوارئ لمدة 2 يوم. محاولة المحافظين وقف توقيع معاهدة الاتحاد الجديد أحبطت بسبب إجراءات الرئيس يلتسن الجريئة. فور انتصار يلتسن على المحافظين قام غورباتشوف بكسر صمته الطويل. دعوني أكون صريحا، إن تصرفات لجنة الدولة للطوارئ كانت خيانة غير مغتفرة للشعب السوفيتي. أنتي
ويمكن وصفها بالانقلاب غير الدستوري. أعلن نائب الرئيس أنني مريض، وكما ترون أنا بخير. في منتصف ليلة 22 من آب أغسطس عاد غورباتشوف إلى موسكو من فيلته في شبه جزيرة القرم. اعتقل يلتسن معظم المحافظين المرتبطين بلجنة الدولة للطوارئ. خلال 3 أيام فقط تم تدمير قاعدة القوة لغورباتشوف. أصبحت القوة الآن بين يدي يلتسن، حتى إنه قام بإصدار الأوامر باسم الحكومة السوفيتية. حذره غورباتشوف من أنه لا توجد له أي سلطة، وأنه قام بإلغاء بعض الأوامر. في 22 من آب أغسطس أقام يلتسن احتفالا بالنصر وتجمع 100,000 شخص. قاموا علنا بإدانة الحزب الشيوعي الذي سيطر على الاتحاد السوفيتي منذ حوالي 70 عاما. أعلن يلتسن أن علم روسيا القديم سيصبح علم روسيا الجديد، مبرزا انفصال روسيا عن الاتحاد السوفيتي. لقد تم إحباط محاولة الانقلاب، وأخبرت بذلك العالم. أرسلت رسالة إلى الرئيس بوش. اليوم قررنا اعتماد اللون الثلاثي لروسيا الإمبريالية علما جديدا لجمهورية روسيا. من خلال كل ذلك كان يلتسن يحاول الحصول على السلطة من غورباتشوف. جذب يلتسن الأنظار في برلمان الجمهورية الروسية، وتم الاستخفاف بغورباتشوف علنا. يلتسن هو من دبر للأمر كله، وقد تحققت معظم مخاوفي. في 23 من آب أغسطس استدعى يلتسن غورباتشوف إلى البرلمان الروسي. انتقد غورباتشوف بشدة لسماحه للمقربين منه بعمل انقلاب. لدي التقرير الذي صدر عن اجتماع الوزارة اليوم، لكنني لم أقرأ الملاحظات بعد. سأقوم بقراءتها الآن. سوف أقوم بتوقيع أمر رئاسي للحزب الشيوعي بتعليق جميع أنشطته. انتظر سيد يلتسن، انتظر. كانت هذه هي اللحظة التي سحق فيها بوريس يلتسن رئيس جمهورية روسيا ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي. في 24 من آب أغسطس قدم غورباتشوف استقالته كأمين عام للحزب الشيوعي، وقام كذلك بحل اللجنة المركزية للحزب. مع هذه الإجراءات انحلت السلطة المركزية للاتحاد السوفيتي. اندفع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بسرعة نحو الانهيار. بعد سنوات على الانقلاب، كيف يرى الأشخاص الذين شاركوا في تلك الحادثة الأمور الآن؟ عندما يقوم إصلاحيون متطرفون مثل يلتسن ببناء فندق، فهم يقومون بهدم الفندق القائم بصورة كاملة، وهم يقومون بشجب الأغنية العالمية التي تقول سوف نقوم بهدم عالم العنف من الأساس، ولكنهم لا يفهمون أنها ليست الدولة
التي نود تدميرها وإنما العنف. عندما تريد إصلاح بيت فعليك ألا تنسفه وتبدأ من الصفر، ولكن هذا هو الذي قاموا به في الاتحاد السوفيتي. لم يعطنا الانقلاب أي قوة. فلنفترض أن هناك زلزالا أو فيضانا يدمر كل شيء. أول شيء على أي امرئ القيام به عند ذلك هو تنظيف المنطقة المنكوبة وإزالة الحطام، ومن ثم تبدأ مرحلة إعادة البناء بوضع الخطط، وبعدها تبدأ مرحلة البناء الفعلية. وبنفس الطريقة تم تدمير الاتحاد السوفيتي برمته، ولكن لم يكن لدينا أي فكرة عما يجب القيام به، ولم يكن لدينا أشخاص مدربون. لم يحصل اتفاق على أي شيء، وكل ما كان لدينا هو الرغبة في نيل الحرية، ولكننا لم نكن نعلم كيف نحقق ذلك. بعد 3.5 أشهر من الانقلاب انتقل التاريخ ليركز على فيلا ريفية في أعماق غابة حرجية في جمهورية روسيا البيضاء. اجتمع رؤساء 3 جمهوريات هي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لتوجيه الضربة النهائية للاتحاد السوفيتي. في الجزء الثاني من هذا البرنامج سوف نلقي نظرة على النزاع الذي حدث هنا في غابة بيالافياجا بين الرئيس الروسي يلتسن وقيادة أوكرانيا.